في مشكلة كبيرة في معسكر النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الأفريقي. بسم الله الرحمن الرحيم حبايبي الأهلاويين، كلنا عارفين إن قائمة المباراة تضم 18 لاعب، لازم يبقى في القائمة 18 لاعب بس. النادي الأهلي سافر ب21 لاعب وانضم عليهم علي معلول وبيلتي تاو، وكده بقينا 23 لاعب، واللاعبين الخارجين عن قائمة ال 23 لاعب وهم محمود متولي وعمرو السولية وحمزة علاء وكريم فؤاد، ودول للإصابة، وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح لعدم الجاهزية، محمد فخري وكريم نيدفيد ودول لأسباب فنية. هتقولي طيب طلع كريم نيدفيد لأسباب فنية، جابوا ليه من الإعارة؟ حابب أقولك إن هو لو طلعه لأسباب فنية مش معنى كده إن هو مش مقتنع بيه، لأ هو طلعه لأسباب فنية لأن هو مش محتاجه في الماتش ده لأن موجود بدائل غيره. كده إحنا في السعودية 23 لاعب، لابد من خروج 5 لاعبين عشان القيمة تبقى 18 لاعب. طب مين هم اللعيبه اللي هتخرج من قائمه النادي الاهلي قبل المباراه؟ اللي هيخرج من قائمه النادي الاهلي وهم 5 لعيبه، طبعا مصطفى مخلوف رقم 1، كريم الدبيس رقم 2، احمد نبيل كوكا رقم 3، كريستو رقم 4، والمفاجاه وهي دي المشكله اللي انا قلت لك عليها في بدايه الفيديو، وهي خروج موريس من قائمه المباراه. هتقول لي خرج ليه؟ تعال اقول لك يا حبيبي خرج ليه. طبعا انت بتبعت قائمه مبدئيه، وان انت قادر تغير في القائمه المبدئيه ديت في حاله اصابه احد اللاعبين، وطبعا محمود متولي اصاب، فمن الممكن انت تدخل مودس عادي. الكاف بقى قال لك ايه؟ قال لك لا ما ينفعش تدخل صفقه جديده، احنا بنقول ان انت لو صاب عندك حد بتدخله يكون حد موجود في القائمه المبدئيه، مش تجيب لحد انت لسه جايبه صفقه جديده وتدخله، اللوائح غير كده، اللوائح بتقول ان انت هتدخله من القائمه المبدئيه، فعشان كده مودس مش هيلعب المباراه، هي دي المشكله اللي انا اتكلمت عليها في بدايه الفيديو، بس كده يلا سلام.